التاسع من تشرين الأول عام 2002، الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرعى افتتاح مؤتمر استثماري بدعوة من بيت التمويل الخليجي في فندق فينيسيا. ولكن أعتقد أن السؤال المخيم فوق رؤوسنا جميعا هو المنطقة إلى أين، والحرب إلى أين، ولبنان أين هو من كل ذلك؟ هذا هو السؤال الذي نفكر فيه جميعا ليل نهار. من الواضح أن هناك عاصفة تحوم حول المنطقة وفي المنطقة، وكرجال أعمال خيارات أمامهم أصبحت محدودة بسبب الهجمة الكبيرة على العرب والمسلمين في الغرب. ماذا نفعل كمسؤولين، وماذا يفعل رجال المال والاقتصاد كمسؤولين أيضا في المجتمع ومسؤولين عن استقراره وعن نموه وعن تطوره؟ نحن في المسؤولية أيها الأصدقاء شركاء. ما يدير الاستقرار في المنطقة يديركم، وما يديركم يدير الحكومات والدول.